مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في استشارات قانونية جديدة. اليوم ستكون أو نخصص حلقة مفتوحة الإجابة على كل استفسارات الجمهور وأسئلتكم القانونية لمدة ساعة مع ضيفنا المستشار القانوني دكتور محمد علي أحدش. نحييك دكتور محمد. مرحبا بكم، حياكم الله، ونرحب بكل متابعينا. طبعا يمكنكم التواصل معنا من الآن على الأرقام الموجودة على الشاشة، أيضا نأخذ أسئلتكم عبر تطبيق الواتساب وأيضا عبر تطبيق الإيمو. نتمنى لكم إن شاء الله متابعة مفيدة، ونحيي كل الأسئلة دكتور، وصلتنا العديد من الأسئلة والاستفسارات القانونية. نبدأها بالسؤال الأول من المشاهد الكريم، يقول فيها أنه حصل على إقامة لاجئ مضت عليه سنتين ونصف، وحصل أيضا بنفس الوقت على دعم دراسة لإكمال دراسته في بريطانيا من دولته. هل السؤال، هل هذا يؤثر على حصوله أو التقدم عند حصول الإقامة الدائمة، يعني تقدم طلب الإقامة الدائمة، هل هذا سوف يؤثر عليه أو يعرقل يعني حصوله على الإقامة الدائمة؟ هذا لوحده يعني لن يؤثر بشكل حاسم، لكن التجديد، عند التجديد المنح التأشيرة أو الإقامة السمحة، قد ينظر الموظف لجميع الظروف والمستجدات في قضيته، وقد تبعث عليه على سؤال، لكن ليس حاسما، ليس هذا شيء حاسما في رفضها أو في عدم تجديدها، لكن قد يتعرض للسؤال لماذا تحصل على هذا، خاصة عندما يتقدم بطلب لجوء سياسي، يعني ما تبرير هذا؟ يعني كيف يمكن أن يسأل في عند تقدم لطلب الإقامة الدائمة، كيف يمكن ومتى ممكن؟ إذا كان الشخص قد تقدم بطلب للجوء السياسي وتواصل مع سفارته أو تواصل مع البلد، سفارة البلد الذي يعارضه، فهناك تحدث يعني شيء من التعارض بين طلب اللجوء وما بين التواصل واستمرار الدعم من حكومته، لأنه يفترض أنه لا يتلقى مثل هذا الدعم. هذا مبعث سؤال، ولكن هناك اعتبارات عدة سوف تراعى، هل اعتبارات سياسية لكل دولة، نظامها القانوني، نظامها السياسي، وكذلك ستكون نوع من المحاججة بين طالب اللجوء وما بين وزارة الداخلية. لو تم تعرضها بهذا الشكل فستبعث على تساؤل. يعني السؤال الأهم دكتور في هذه الحالة، أن كثير أيضا مشابه حالات يعني صعب عليهم فهم بالضبط هذه الإجراءات، ولكن هل عليهم، يتوجب عليهم أن يعني يخبروا بهذا الدعم مثلا، أم هناك سؤال في عند التقديم للطلب، سؤال موجه مباشر، سؤال معين يخص دولته مثلا؟ في مثل هذه الحالات كثير من الذين يتقدمون لهذا يعني يكون مرتبطا بها طلب المساعدة المالية، مثل اليونيفرسال كريديت أو ما يشابهها من المعونات التي تقدمها الحكومة. وطبعا الشخص الذي يتقدم لهذا الطلب المعونة وفي نفس الوقت يتلقى دعما ماليا يعتبر يعني مخالفا للقانون، بحيث أنه عند التقدم لطلب المساعدة المالية من الحكومة يفترض أنه ليس لديه مصدر دخل، وهنا تعارض. فالمسألة من هذا الجانب. والجانب الثاني هو أنه في طلب اللجوء الذي يتقدم به يقول أنه يعني معارض نظام هذه الدولة أو معارض ويخاف على حياته وحريته منها، وفي نفس الوقت يتلقى ويطلب دعما منها، فهذا يعني تعارض واضح مع الطلب ويؤدي للتساؤل، وربما
يؤدي إلى أن هذا الشخص قد أدلى بمعلومات غير صحيحة، أو أنه تحصل على القرار بطريقة غير صحيحة، وكل هذا يسمح لوزارة الداخلية بإعادة النظر في طلب اللجوء إذا قبل، وفي عدم تمديده إذا ما طرح للتجديد. ولكن السؤال واضح جدا دكتور، يعني هل يتوجب عليه إخبار وزارة الداخلية بهذه المساعدة، أم أن هناك في عند تقدمه للطلب أو تعبئته لهذا الطلب سؤال صريح واضح بأنك هل تتلقى مساعدات من هذه الدولة أو أخرى؟ طبعا يجب أن يخبر طبعا في كل الأحوال، خاصة أنه في مثل كما ذكرت لك في البداية أن المعلومات التي تقدم عند طلب المساعدة المالية هي ستوضع في ملفه الشخصي الذي يطلع عليه كافة إدارات ووزارات الدولة، ومن بينها مثلا طلب المساعدة المالية، ويطلع عليه من وزارة الداخلية عندما ينظر في تجديد الطلب. تمام. طيب سؤال عن تأشيرة الزيارة من الأخت سلمى، تريد تقديم دعوة وهي بريطانية مقيمة، أو هي بريطانية مقيمة في بريطانيا طبعا، تريد تقديم دعوة زيارة لصديقتها، تسأل عن أول شيء، أول نقطة مهمة هي الشروط هذه الدعوة كيف تتم، وبالتالي الإجراءات القانونية لهذه الدعوة، ما المطلوب منها؟ تقصدين الذي يوجه الدعوة للضيف القادم من خارج؟ نعم نعم، هي بريطانية تريد أن تقدم أو توجه دعوة إلى لصديقتها، تسأل عن الخطوات القانونية أو الشروط. نعم، هذه الدعوة توجه لوزارة الداخلية، تخبرهم فيها بأن صديقتها أو قريبتها اسمها كذا وكذا، ويكون الاسم مطابقا للي هو موجود في الجواز السفر حتى لا يقع الاختلاف كما يحصل مثلا كثيرا عندما في بلادنا العربية ليس هناك طريقة محددة متبعة واحدة في كتابة الأسماء إلى اللغات الأجنبية في عدد من الدول، فيجب أن يكون الاسم مطابقا، رقم الجواز هو نفسه، وتذكر فيها التالي، تذكر فيها أن سوف تستضيف صديقتها أو قريبتها في التاريخ الفلاني، وستقيم عندها أو تقيم مثلا في الفندق الذي حجز لها خلال هذه المدة، من هل ستتولى هي دفع النفقات أم لا، مدة الزيارة، برنامج الزيارة، وتقول فيها بأنها صديقتها، تؤكد على أنها سوف تعود إلى بلد الإقامة بمجرد انتهاء الزيارة. طبعا تذكر فيها العنوان، عنوانها الشخصي، إذا كانت هي مالكة لهذا العقار أو هذا المسكن فهذا جيد، وإذا كانت غير مالكة له تذكر كذلك صفة يعني سكناها، إما ملكا إما سكن أما إيجارا، وإذا كانت ستقيم معها صديقتها فينبغي إثبات أن هذا المسكن يعني يتسع لها، لا يكون هناك ازدحام في المسكن، فإذا افترضنا أن صديقتها سوف تأتي بالأطفالها وهي عندها أطفال هذا يعني يحدث يعني تعارضا مع الازدحام المطلوب ألا يكون هناك ازدحام في السكن. دكتور، يعني المشاهدة الكريمة سلمى تكتب كل هذه المعلومات، ومن ثم ما هي الإجراءات أو الخطوات؟ إحنا نأخذ خطوة بخطوة، تقدمها لمن هذه المعلومات؟ هذه تقدمها نسخة منها تعطيها لصديقتها، ونسخة منها تخاطب بها السفارة التي ستمنح لها، التي ستقدم عندها طلب التأشيرة. صديقتها تستكمل بقية المطلوب منها للحصول على التأشيرة الزيارة، كشف الحساب الذي يثبت أنها مقتدرة ماليا وأنها ستغطي نفقات رحلتها بأريحية، وأن كذلك معها تذكرة السفر
بها الحجز مثلا للعودة، تذكر في كذلك ورقة خطة الزيارة أنها سوف تقوم لزيارة صديقتها، أو ستيتمنت كما نسميها أنها ستقوم بزيارة صديقتها في المدة الفلانية إلى المدة الفلانية، وأنها ستعود وأنها ستغطي نفقاتها، نفقات سفرها وشهادة الخلو من السوابق، إذا كانت مع إذا كانت هي تشتغل مثلا في إدارة أو وزارة تحضر معها ما يفيد بعملها في ذلك المكان وبمرتبها في ذلك المكان الموافق تماما لما يكون في كشف الحساب، وتذكر فيها كذلك أنها ستعود كما ذكرنا في ستعود بعد انقضاء الزيارة. هذه أظن أهم النقاط التي ينبغي أن تراعيها، يعني كل ما من شأنه يثبت أن هذا الشخص الزائر سوف يعود إلى بلد الإقامة بعد انتهاء الزيارة. يعني نستطيع أن نقول أن لابد أن تكون المعلومات متطابقة من ناحية المقدمة على الدعوة وأيضا للصديقة التي سوف تقدم هذه المعلومات، هل هي تقدمها عبر الأونلاين أم أنها تقدم طلب للسفارة مباشرة، السفارة البريطانية في بلدها مثلا؟ تقديم التأشيرة دائما هو على أونلاين، لكن سوف في مثل هذه الحالات سوف تستدعى للمقابلة، فتكون يعني قد طبعت هذه الأوراق وعدتها في ملف جاهزة، سوف يطلب منها كذلك صورتين شخصيتين، كشف الحساب، شهادة الخلو من السوابق، شهادة الخلو من التدرج الرئوي في بعض البلدان، إضافة إلى ما يستحدث الآن في موضوع كورونا فيروس، يعني مطلوب، وتزودهم به وتأخذ الموعد وتأخذ معها هذه نسخة الرسالة، رسالة الدعوة. نعم. بالنسبة ذكرت لنقطة مهمة جدا، كشف الحساب، يعني كم يتوجب عليه أن تعطي كشف الحساب، كم هي مدة هذا الكشف؟ طبعا هذا يعتمد على يعني مرتبها هي، يكون مرتب كشف الحساب ان هذه مثلا تشتغل موظفة مثلا، فيكون لديها دخل دوري ياتيها كل شهر من مرتبها من جهة العمل، ولكن مع ذلك يطلب منها على الاقل يكون عندها حوالي 4000 استرليني فاكثر، وما يغطي ما يثبت أنها قد اشترت مثلا هذه تذكرة السفر والعودة، بحيث أن تقنع أن هذا الشخص يستطيع أن يغطي نفقات السفرة، وأنه مرتبط اجتماعيا وعمليا ببلد الإقامة. تمام. دكتور، تكلفة هذه التأشيرة؟ تكلفة هذه التأشيرة 190 استرليني. تمام. يعني نتساءل أيضا حتى تكون هذا الطلب يكون ناجح بكل المعايير، أسباب أحيانا رفض لهذا الطلب ما هي؟ الأسباب كثيرة، مثلا هو التناقض في الإفادات، فمثلا يذكر صاحب الطلب التأشيرة أنه يريد زيارة الصديق أو القريب، وفي نفس الوقت يريد العلاج، وفي نفس الوقت يبحث عن فرصة استثمار، هذا التضارب كله يعني يؤدي إلى رفض التأشيرة للاشتباه في الغرض من الزيارة، أو أنه يخفي السبب الحقيقي للزيارة، أو أنه لا يريد العودة فقط يذكر مجرد افتراضات لا حقيقة لها، كل ما يوجب الاشتباه في الغرض من الزيارة أو إخفاء الغرض الحقيقي من الزيارة، هذا يعني هذا طبعا يعتمد إلا على ما يقدمه الطالب التأشيرة وما يفيد به أثناء المقابلة. دكتور، دائما نسأل هذا السؤال وهو مهم جدا، هل يعني هناك مساءلة قانونية بالنسبة لمقدم هذه الدعوة؟ يعني في حال إذا لم يعد الضيف إلى بلده، يعني لا أدري هل عليه أي مسؤولية قانونية؟ في
في الحقيقة لا يوجد عليه مسؤولية قانونية، وسوف يستطيع أن يحاجج بمختلف الحجج القانونية التي لن تستطيع وزارة الداخلية دحضها فيما لو توصل الأمر إلى القضاء. لكن المشكلة هي في أنه أن هذا الشخص يعني إذا لم يكن متأكدا من نية الزائر فإنه سوف يقعه في حرج، وعندما في المرة القادمة مثلا عندما يريد أن يستقدم صديقا أو قريبا لن يوافق له وزارة الداخلية باعتبار أن لديه سابقة سيئة، يعني سيؤثر عليه مستقبلا. تمام، واضح جدا. نعم، يعني قانونيا بأنه يدفع غرامة أو يطالب جنائيا، لا ليس هذا، لكن يعني سوف يضعه في موقف محرج بحيث أنه هذا الطلبات القادمة أو في المستقبل لن ينظر لها باعتبار. أيضا الجانب الآخر الذي لن يعود أو يكسر هذه التأشيرة، هناك عقوبات قانونية ما في حالة ما يعني مثلا يعني أخذته الحكومة أو ألقت القبض عليه، في هذه الحالة تكون هناك عقوبات كبيرة جدا قد لا يعرفها أو غير واضحة عند البعض. ياليت أيضا دكتور تعطينا توضيح لهذه العقوبات. الحقيقة يعني أنه سوف في مثل هذه الحالات عندما يخالف الشخص المدة الزيارة الممنوحة له يزيد عليها، فهذا بحد ذاته يشكل مخالفة قانونية، عند ذلك مباشرة يوضع في الحجز إلى أن يتم ترحيله في أقرب فرصة ممكنة. في المستقبل سوف يوضع اسمه على قائمة الذين سيترفض طلباتهم عند التقدم للتأشيرة أو عند الحصول أو عند تمديد أو حتى لو مضت يعني 4 سنوات وتقدم، بالإمكان أن يحصل بعد ذلك على تأشيرة، ولكن سوف يبقى اسمه في القائمة التي تجاوز المدة القانونية وتؤثر عليه في جميع المراحل حتى لا. فيما بعد افترضنا أنه تحصل على تأشيرة وجاء إلى بريطانيا، فإن عندما يتقدم للتجديد أو غيرها ستصبح عائقا عنده. تمام، مرتبط هذا الجواب بسؤال أيضا من أمجد يقول فيه أنه يعني أيضا كسر التأشيرة الزيارة الذي أو التي أتى بها وقدم لجوء وطبعا اكتشف أمره، فهو يسأل يعني ما هو وضعه القانوني مستقبلا في حال بالنسبة لتقديمه للجوء، هل سيقبل وإذا قبل هل هناك أي جزاءات أو أيضا عقوبات قانونية؟ يعني في حالة قبول طلب اللجوء هذه علامة جيدة بالنسبة له، لكن عليه أن يثبت بشكل لا يدع مجالا للشك بأن سبب مخالفته القانونية وهي تجاوز المدة القانونية كان بسبب قاهر، بسبب لا يمكن أن يتفادى. فاستطاع أن يثبت هذه القضية فهذا جيد، إذا لم يستطع أن يثبت هذه القضية فهذا لا يتعارض مع طلب اللجوء، ولكنه يعني سوف يكون يعني عائقا في المستقبل. يعني هل ستؤثر مثلا على حصوله على الإقامة الدائمة أو على الجنسية دكتور؟ ربما تكون يعني سببا في تأخير الحصول على الإقامة ومن ثم التأخير في الحصول على الجنسية، يعني هي تفتح له مجالا لإثبات عليه أن يثبت أنه تجاوز بسبب لا يمكنه سبب قاهر، وهل تقبل الوزارة الداخلية هذا السبب أو تعترض عليه، هذا سؤال. السؤال الثاني ماذا بعد هذا المخالفة، هل هناك مخالفات أخرى؟ فيعني عليه أن يثبت حسن إقامته بعد تلك المخالفة. نعم، طيب في سؤال من أبو كرم يقول يعني قدم للجوء
ويريد أن يعرف، وهو جديد يعني لاجئ جديد، يعرف ما هي الإجراءات، كم هي المدة عليه الانتظار حتى قبول طلبه؟ للأسف لا يوجد يعني وقت محدد للقبول، فخصوصا مع التراكم الطلبات ومع القصة المعروفة كورونا فيروس، فهي قبل حتى هذه مشكلة كورونا فيروس يعني كانت الطلبات تتأخر وتؤجل وتؤجل، ما عليه إلا أن يراجع وزارة الداخلية من وقت إلى آخر. وفي بعض الحالات ننصح بمثلا عندما إذا كان لديه محامي فيراجعهم عن طريق المحامي، ربما تكون استجابة وزارة الداخلية أكثر. دكتور، كم يعني متى ممكن أن يراجع وزارة الداخلية، وكيف يمكن أن يراجعها مثلا؟ عندما يخبر بأن طلبه قد تحت النظر، فيكون لديه فرصة يكون بالرسالة نفسها أو بالإيميل نفسها جهة محددة للمراجعة، فيراجعهم ويذكر فيها رقم الريفرنس الذي أعطي له لكي يراجع قضيته. لكن إذا كان لديه محامي فهذا يكون أسهل في المراجعة. يعني المدة المقدرة هي كم؟ يعني عام مثلا 6 أشهر الانتظار، من ثم كان عنده محامي، أو كثير يعني الآن ليس لديهم محامين؟ يعني في تقديري هكذا أقول مثلا 6 أشهر، هذا عند البداية عند التقدم، يرجحهم بعد 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب. إذا لم يكن هناك رد فيرجحهم أقول مثلا بعد 3 أشهر حتى يحصل على رد. إذا كان لديه بعض النصائح اللي نقدمها كذلك هي الاستعانة بعضو البرلمان في منطقته الذي ربما يتجاوب، يختلف تمام من مكان إلى مكان. يعني دكتور، هناك فعلا كما ذكرت سبب الأزمة، أزمة كوفيد، يعني تأخرت كثير من الطلبات والإجابة عليها. يعني لا أدري، كثير يعني يشعر فعلا بالقلق تجاه أو حيال قبول هذا الطلب، أو هل هو قبل أو لا. أكثر من عام أحيانا تظل الأوراق موجودة أحيانا في يعني أدراج وزارة الداخلية أو موظفي وزارة الداخلية، كيف يمكن التعامل مع هذه الحالات؟ الحقيقة ربما حتى أكثر من عام. نعم. هو مبعث القلق كما تقولين صحيح، و يعني بالفعل لديهم الحق أن يقلقوا على، وطبعا تؤخر كثير من الإجراءات، ويريد الشخص أن يندمج في المجتمع و يطوي هذا الملف، لكن للأسف الشديد هذه مشكلة قديمة ليست حديثة، فليس هناك من حل لمعالجتها، وليست باستثناء ربما إذا كان هناك حالات فردية قد يتجاوب معها أعضاء البرلمان أو يتجاوب معها وزارة الداخلية، فهذا تسارع في مثلا في الطلب في الرد في محاججة وزارة الداخلية للإسراع بالرد. ربما بعض الحالات التي مثلا لديهم إعاقة طبية أو لديهم مشاركة اجتماعية في أعمال المجتمع، ربما تساعد هذه في دفع أعضاء البرلمان للتجاوب ومكاتبة وزارة الداخلية، ولكن لا يلزم شيء، وفي نفس الوقت لا يلزم وزارة الداخلية بأنها ترد مباشرة طالب المراجعة. دكتور، رح يعني نتحدث عن أهمية التواصل مع عضو البرلمان أو عمدة المنطقة، ولكن اسمح لي ومشاهدنا الكرام نأخذ فاصل قصير ونعود إليكم، ابقوا معنا.
أحييكم مرة أخرى مجددا مشاهدينا الكرام، استشارات قانونية وحلقة مفتوحة الإجابة على كل استفساراتكم وأسئلتكم القانونية مع المستشار القانوني دكتور محمد علي أحداش. نحييك. مرحبا بك، حياكم الله. ونحيي بالتالي كل متابعينا، يمكنكم التواصل معنا على الأرقام الموجودة على الشاشة من الآن، وأيضا كل وسائل التواصل عبر تطبيق الواتساب والإيمو، ونتمنى إن شاء الله تكون حلقة مفيدة للجميع. دكتور، قبل الفاصل سألنا سؤال مهم جدا، أهمية يعني وجود داعمين للقضية أو للكيس، لكل شخص قدم طلب كالإنبي عضو البرلمان أو عمدة المدينة أو عفوا عمدة المنطقة، أهمية هذا الدعم كيف يمكن أن يكون وكيف ممكن أن يغير مسار أو يؤثر؟ نعم، الحقيقة أن أهم شيء في طلب اللجوء أن يكون الطلب نفسه طلب يتضمن المصداقية، فما فيه من معلومات صحيح ودقيق وبدون مبالغة، بالفعل أن صاحب القضية يخاف على حياته أو حريته عند تقدمه بطلب اللجوء. هذا أكبر، ولا يحتاج عندما تكون مثل هذه القضية لا يحتاج معها إلى أي مساعدة خارجية من محامي أو من عضو برلمان أو غيره، لكن دور عضو البرلمان فقط مراجعة وزارة الداخلية أن ينبه إلى أن هذا الطلب قد تأخر وأن وزارة الداخلية عليها أن ترد على هذا الطلب حتى يعرف المتقدم بالطلب موقفه، فإما أن يرد إذا كان في حالة الرفض أن يطلب الاستئناف أو يطلب إعادة النظر أو يعني يتخذ موقف القانون المناسب تجاه رد وزارة الداخلية، لكن أن يبقى الشخص معلقا لفترة طويلة هذا يعني بحد ذاته مؤذي جدا لاستقرار الشخص واستقرار العائلة التي يكون من ضمنها. دور وزارة هذا العضو البرلمان أنه يخاطب وزارة الداخلية بأن أحد الساكنين في منطقة الدائرة الانتخابية التي بها قد تقدم بطلب وهو يبحث عن الجواب، ففي العادة ترد وزارة الداخلية إما أن طلبه تحت النظر أو أنها قد ردت عليه في حال، وهذا طبعا قليل لأن في الغالب أن لا يتوجه الشخص الطالب اللجوء إلا عند تأخر الطلب. في حال الرفض عند ذلك يستطيع أن يتخذ الموقف المناسب بالاستشارة القانونية مع محاميه كيف سوف يرد على هذا الطلب. في بعض الحالات يكون مثلا التأخر لأسباب إدارية فقط، ولكن الطلب بنفسه طلب قوي ومستوفي للمتطلبات التي مؤهلات التي على ضوئها تعطي وزارة الداخلية الموافقة، وبالتالي يتم الاستجابة لطلبه. تمام. طيب، في سؤال وصلنا عبر تطبيق الواتساب يقول فيها من أبو خالد من مصر، يسأل دكتور يقول هو يعمل سائق شاحنة وله خبرة في هذا المجال، هل هناك فرصة عمل في بريطانيا؟ كما سمع طبعا من الأحداث السابقة نقص في سائقي أو يعني الشاحنات التي حدثت أحداثها في الشهر الماضي، يسأل هل هناك أي طرق الحصول على عمل، فرصة عمل بشكل قانوني، وما هو السبيل أو فرص أخرى؟ كنا تحدثنا في الحلقات السابقة عن هذا الأمر دكتور. صحيح، مثل ما ذكرنا سابقا فرصة العمل كسائق شاحنة متاحة في بريطانيا، وإذا راجعت مواقع العمل سوف تجد طلبا شديدا على هذا
المسار، لكن عليك أن تتأكد من أن الرقم واحد أن الجهة التي تطلب منك العمل هي جهة بالفعل صحيحة، ليس عنوانا مزورا أو مزيفا. النقطة الثانية التي تسأل عنها، هل هذه الجهة الصحيحة جهة العمل بالفعل لديها ترخيص من وزارة الداخلية بالكفالة؟ في العادة عندما يكتبون الطلب يكتبون أي طلب، وهنا نتكلم بشكل عام سواء سائق شاحنة أو أي وظيفة ثانية، في العادة كل طلب يحمل جملة أن هذه الجهة سوف تقدم ترخيصا لمن يتقدم لهذه الوظيفة من خارج بريطانيا، فيكتبون هذه الجملة أو ما معناها، يعني ما مفادها هذا. فإذا وجدت هذه الجملة معناها أن هذه الجهة قد حصلت على الترخيص، فتأخذ هذا الاسم وتأخذ الرقم الإشاري الذي مصاحب الإعلان عن الوظيفة، وتتأكد عند قوائم وزارة الداخلية، تذهب إلى موقعهم وتتأكد من الاسم الذي يطلب هذه الوظيفة، وتتأكد من الرقم هذه الوظيفة ورقمها الإشاري، عند ذلك تتحقق بالفعل أن هذه جهة صحيحة ليست وهمية. تنتقل بعدها للنقطة التي بعدها، وهي تراسل هذه الجهة وتقدم لهم مثلا السي في، أو عندهم إذا كان عندهم طلب للانضمام أو للتقدم لهذه الوظيفة، تكمل هذه الإجراءات الإدارية وتنتظر جوابهم. فإذا افترضنا أن كل هذا الأمر قد سرى على هو ما هو مطلوب وتحصلت على هذا العرض، عند ذلك يعطونك رسالة تفيد بأنهم قد قبلوا طلبك في هذه الوظيفة، وأنهم منحوك رسالة لكي تذهب إلى السفارة البريطانية في البلد الذي تقيم به وتستكمل بقية الإجراءات. تمام. نشارك مشاهدنا الكريم سعد من الكويت، حياك الله، أهلا وسهلا، تفضل سؤالك. أستاذة عندي استفسار، الله يخليك، استفسار قانوني. نعم. بالنسبة لي يا أستاذة، أنا يعني أعطيت المحامي فلوس ولكن خسرت القضية، أعطيت المحامي فلوس ولم أكسب القضية يا أستاذ. أما بالنسبة لعضو البرلمان، من يوم ولدتني أمي لم يخدمني أحد منهم، من يوم ولدتني أمي لم يخدمني أحد، فأرجو من الدكتور الإجابة والتوضيح وشكرا لك. تمام دكتور، يعني ذكر الأخ سعد نقطة مهمة، وذكرت عن عضو البرلمان كيف ممكن أن يدعم ويساعد بعض القضايا كقضايا اللجوء وغيرها. يعني في حالة عدم تمكن المساعدة أو الدعم من قبل عضو البرلمان، ما هو الوضع القانوني بالنسبة لمقدم أي طلب؟ المساعدة التي يطلبها هو أن يطالب وزارة الداخلية بأنها تنظر في الطلب وتراجع، قد يكون هناك تأخير، قد يكون هناك خطأ في بعض الإجراءات، المهم أنه ينبه إلى هذا، ولكن ليس هذا واجبا عليه بحيث أنه كل من جاء يستطيع أن يلزمه، إنما هو سينظر في هذه القضية ويرى هل هو من المناسب أن يكتب أو لا يكتب. فليس هناك، ليس للطالب اللجوء يعني حق قبل هذا العضو بحيث يلزمه بأن يكتب لوزارة الداخلية، هذا رقم واحد. رقم اثنين، ذكرنا في البداية أن الطلب عندما يكون بالفعل طلبا حقيقيا فإن لا داعي، لا مبرر للقلق، من حقه طبعا أن يراجع ويراجع حتى يظفر برد من وزارة الداخلية، ولكن طالما إذا كان هذا الطلب طلبا حقيقيا مزودا بالوثائق والأدلة وتم عرضه بطريقة صحيحة، فإنه سوف يحصل على الإجابة الإيجابية التي يريدها. دكتور، يعني أثار أيضا نقطة مهمة جدا بالنسبة للقانونيين أو المحامين، يعني في حالة يعني خسارة مقدم الطلب للقضية ما بعد دفع كثير من الأموال، يعني أسفا كثير أيضا فشلوا في إنجاح قضاياهم من قبل القانونيين، هل هناك أي يعني جهة أخرى قد تدعم
هل ممكن يكون المحامي مسؤول مثلا أمام قضايا يعني للأسف لم تنجح في المحكمة؟ نعم، هذا سؤال مهم ومتكرر ويهم للجميع. رقم واحد، أن المحامي مطالب ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة. يعني هذا مبدأ قانوني معروف، أن المحامي يبذل كل ما في وسعه لإنجاح قضية موكلة، ولكن ليس معناه أنه إذا لم ينجح في ذلك معناه أنه متهم أو مدان، لكن هذا كمبدأ قانوني بشكل عام. نقطة ثانية وهي مهمة، أنت قبل أن تتواصل مع مكتب محاماة عليك أن أنا أتحدث في بريطانيا طبعا، إذا عليك أن تتأكد من أن هذا المحامي مسجل اسمه في نقابة المحامين هنا، فتأخذ الاسم وتذهب إلى موقع النقابة وتبحث عن هذا الاسم، هل هو بالفعل محامي أم لا، عند ذلك تتأكد. لو افترضنا مثلا أن هذا المحامي لم يهتم بالقضية أو أنه أخطأ خطأ فاحشا في معاملته للقضية، نعم لديك فرصة في أن تتبين وتسأل نقابة المحامين عن أداء هذا المحامي. هذه الإجراءات سوف تنظر فيها نقابة المحامين وتفحصها وقد تجري تحقيقا مع هذا المحامي وتتوصل إلى نتيجة صحة الادعاء ضده أو بأن المحامي هذا أقصى ما يمكن أن يفعله في مثل هذه القضية. فيعني ليس بإمكانك أن تراجع نقابة المحامي. ممكن تقديم شكوى في حالة إهمال للقضية نفسها من مثلا نعم، في نقابة نعم. المحامي هناك إهمالا أو خطأ فنيا فاحشا بحيث أن المحامي أساء التعامل مع القضية وأدى هذا إلى خسارته للقضية رغم أن القضية ناجحة، وقد يحصل هذا، لكن هذا يعني قليل حتى نكون أكثر قليل، ولكن قد يحصل هذا، فما عليه إلا أن يراجع نقابة المحامين. وأظن أن هذا المسألة يعني موجودة في تقريبا جميع الدول العالم، هي أن المحامي مطالب ببذل المجهود وليس بالحصول على النتيجة، وفي حالة الخطأ عليه أن يتوجه إلى نقابة المحامين. وكما نصحنا في البداية قبل أن تتوجه إلى إعطاء ملف قضيتك إلى أي محامي أن تراجع هذا المكتب، هذا المكتب المحاماة التي تتعامل معه، هل هو بالفعل مسجل لدى وزارة لدى النقابة أم لا. كل محامي لديه رقم وتسجيل في نقابة المحامين، ولا ننصح بأن يتواصل الشخص إلا مع هذا على هذا الأساس. دكتور، تتباين التكلفة أيضا بين مكتب قانوني لآخر، هل هذه لها علاقة يعني بمهنية المحامي؟ الحقيقة صحيح، هو يعني عمل خاص، هو ليس عملا يعني في العادة يخضع لمنطق السوق. وطبعا المكاتب المحاماة كثيرة جدا في بريطانيا، والتقسيم بينها هناك تصدر نقابة المحامي الأسماء الأولى كل مرة، فبالإنسان أن يتأكد من المكتب الذي يتعامل معه. تمام. كان في سؤال عن ساقي الشاحنات، فرص العمل والتقدم لطلب عمل في بريطانيا. كنا في الحلقات السابقة في أزمة عدم وجود أو نقص لسائقي الشاحنات، تحدثت دكتور عن يعني محدودية الفرص في العمل أو تقدم طلب من قبل يعني خارج أوروبا. لا أدري هل الآن سمح بأن يكون هناك ممكن في الدول الأخرى، دول عربية مثلا، تقدم لفرص هذه العمل، مثلا تقدم طلب العمل في بريطانيا؟ بالنسبة إذا كنت تقصدين
العمل في مجال سواقة الشاحنات. نعم يعني حسب قيادة الأخبار الشاحنات الكبرى. نعم ربما أنتم تتابعونها أكثر مني، فحسب الأخبار أن هذه الأزمة قد خفت شيئا ما، وأن الحكومة سوف يعني تستعين بالجيش لكي تحل هذه المشكلة، وبالتدريب بعدد من المتقدمين إلى آخره. لكن عامة ننصح دائما جميع الراغبين في العمل في بريطانيا في أي تخصص كما ذكرنا أن يراجع بدقة حتى لا يقع ضحية النصب والاحتيال. نعم. يراجع الموقع الذي يتعامل معه هل هو موقع صحيح أم لا، ويراجع الوظيفة كما ذكرنا من حيث جهة العمل لديها ترخيص بالاستخدام، لا الطلب نفسه الذي عرض فيه فرصة العمل، هل به إشارة إلى قبول العاملين من خارج بريطانيا أم لا. وفوق هذا أن أن يطابق ما بين الأسماء المعروضة وما بين قوائم وزارة الداخلية. فقط بس حبيت أتأكد من هذه المعلومة، لأنها كانت يعني التقدم لهذه الوظيفة كانت محدودة فقط للأوروبيين، الاتحاد الأوروبي، فالآن ذكرت نقطة مهمة جدا، تأكد إذا كانت هي فعلا شاملة لكثير من الدول، ممكن أي شخص يقدم طلب وظيفة أو عمل بالنسبة من خارج الاتحاد الأوروبي. نعم لا شك أن المتقدمين من الاتحاد الأوروبي ستكون إجراءاتهم أسرع، خصوصا أن المشكلة هذه نشأت بعد موضوع البريكزيت، وكما تعلمون يعني فرصة العاملين الذين سبق لهم العمل في بريطانيا من مواطني الاتحاد الأوروبي هي أكبر من غيرهم من بقية الدول. تمام. في سؤال دكتور من أيمن يقول أنه خاطب وسمع في حلقاتنا السابقة عن تأشيرة الخطوبة، كيف يمكن أن يقدم عليها، ما هي الإجراءات والشروط القانونية؟ ياليت نجيب عليه. نعم يعني سوف نذكرها يعني بشيء من الاستعجال. نعم. رقم واحد أن يكون الطرفين أكثر من 18 سنة. يعني الشرط الثاني وهو أن يكون تمت المقابلة الشخصية ما بينهما، لا يكفي الحديث الهاتفي أو وسائل الاتصال الاجتماعي، لابد أن يكون الشخصين قد تقابلا بشكل شخصي مادي، لديهم الرغبة في أن تكون تنشأ بينهم علاقة زوجية. بالفعل العلاقة علاقة حقيقية وليست لتغطية لفرصة العمل مثلا أو القدوم لبريطانيا فقط، وأن لديهم رغبة في أنهم يقيمون في بريطانيا بشكل مستقر. وفي قصة التأشيرة الخطوبة هذه المقصود منها أن هذا الخطيب أو الخطيبة سيحضرون إلى بريطانيا لإتمام الزواج هنا في بريطانيا. نعم تمام. في خلال 6 أشهر يكملون الزواج إذا تم هذا، إذا لم يتم هذا لسبب مثلا اجتماعي أو غيره أو صحي يمكنهم أن يطالبوا بتمديد هذه المدة بعد إثبات أن السبب التأجيل أو التمديد سبب مقنع لدى وزارة الداخلية. كذلك يطلب أن هذا الشخص اللي هو بريطاني وهو الذي يسمى في هذه الحالة هو الكفيل أن يكون لديه دخل 18600 فأكثر على الحد الأدنى، يثبت ما لديه إقامة إما عن طريق سكن، أقصد محل سكن جاهز إما بالملك أو بالإيجار، يكفيه ويكفي الشخص الذي يريد أن يستقدمه. الشخص الذي هو من خارج بريطانيا يجب أن يثبت أن لديه الحد الأدنى من اللغة الإنجليزية. تمام دكتور محمد علي أحداش، نشكر لك جزيل الشكر
لهذه الحلقة المفتوحة للإجابة على كل أسئلة واستفسارات مشاهدينا الكرام المتابعين القانونية. وبالتأكيد مشاهدينا الكرام يمكنكم متابعة قناة الحوار أو البث المباشر لقناة الحوار على اليوتيوب، وكذلك تواصل معنا عبر كل منصاتنا أيضا الأخرى على السوشيال ميديا. ويتجدد اللقاء الخميس القادم في موضوع قانوني جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.